تقول لا طلعت اعدال وزي ما بيقولوا على السقطة بالله. تقول له انت ارتكبت خطيه، انت هتخش جهنم، انت لازم تروح تعترف. ومطلعه المسيحيه على انها ديانه بشعه، اللي يمشي فيها ما يعرفش يمشي. ايه ده؟ قلت الكاتب ده ده مش فاهم حاجه خالص. ازاي كاتب الكلام ده؟ ورديت عليه. وما كنتش اعرف مين الكاتب. لغايه ما فوجئت في مره من المرات وهم بيستضيفوه في احد البرامج ان هو اللي كاتب المسلسل ده. فعرفت ازاي هو اخذ موقف نتيجه مجرد نقد لصالح الكنيسه. الاسم انه مسيحي ويشوه صوره الكنيسه والمسيحيه، ولما حد يتكلم يبقى يا اخوان، يا حبيبي انا من الاخوان المسيحيين. عجبك؟ ايه رايك؟ عشان كلك جبهه اسمها الاخوان المسيحيين؟ يا ريت يبقى عندنا جبهه، بس مش هتكون بالتطرف اللي عند اخواننا المسلمين. الضيف الثاني اللي لقيتها جايباه الاستاذ يوسف القعدي. انا الحقيقه كنت بقرا له وكنت بقدر الراجل ده. لكن للاسف طول ما هو في ضيافتها انا كنت مندهش. لقيته بيتكلم كلام ما اقدرش اوصفه الا انه كلام فارغ. قاعد يتكلم عن الخرافات ويتكلم عن اليابان وجوزة والمكان اللي فيه تمثال جوزة الناس تمشي الارض تدبدب وتعمل صوت والصوت يعلى اصل جوزة نايم، وهناك في حاجات زي معالي كده ولا مغارف كل واحد يملى مغرفه ويرشها على وش جوزة علشان يصحى. ايه كان التخاريف دي؟ عن زي ظهور العدل. انت بتربط ظهور العدل بالخرافات؟ والاسم انك كاتب وروائي وليك اسمه في جريده الاهرام ليك منصب؟ الله يرحمك يا سليم وبشارة تكلى اللي اسستوا الاهرام. اكيد لو كانوا يعرفوا ان هيجي يوم من الايام يبقى في الاهرام واحد زي القعيد ده ما كانوش اسسوا الجريده من اساسه. ايه ده؟ الدرجات الضلمه ماليه القلوب. وبرضه قاعد يقول لك الليزر ومش الليزر وكلام سخيف ملوش اساس. وادعى علينا ان الظهور بتاع سنه 68 البلد كانت خارجه من نفسها والحكومه ما صدقت موضوع الظهور ده وشجعته علشان الناس تتلهي في موضوع الظهور. يا بجحتك يا اخي. النكسة كانت 5 يونيو 67، ظهور العدرا 2 أبريل 1968، يعني في 8 شهور بين النكسة والظهور. تقوم اللي تقول لي ان البلد كانت محتاجة حاجة زي كده، ولو البلد كانت محتاجة حاجة زي كده ما كانوا يطلعون السيدة نفيسة ولا السيدة عائشة ولا أي سيدة من السيدات على جامع من الجوامع بتاعها؟ على الأقل يعني الشعبية هتبقى أكتر لأن المسلمين عددهم أكتر من المسيحيين ويبقى ليها تأثير جبار. في الذمة ما انتش مكسوف. الأصعب بقى معلش يا تسابونا أنا مش بقاطع أوتساب. هو سنة 67 ولا 68 كان في ليزر؟ احنا لو هنفند احنا هنقعد نطلع بلاوي. ده قمة الجهل اللي بيتقال. هم فاهمين ان الاقباط زمان كانوا بيسمعوا شتايمهم وكانوا بينضربوا على قفاهم وما بيتكلموش. نسيوا ان خلاص الاقباط شبه ضرب واللقباط مش هيسكتوا تاني. خلاص جه الوقت ان الاقباط تتحرر وتنطق. المهم كانوا مستضيفين واحد تاني الدكتور خالد منتصر. هذا الرجل دكتور بيقدم برامج، بس المأساة برضه انه بيقدم برامج في دريم ودريم كلها تعصب. وابتدى برضه يتكلم ودخل في الخرافات
الشجر اللي قالوا ان الشجر ده مكتوب لا اله الا الله. شجر معمول بطريقه لا اله الا الله. والست منى الشاذلي بتقول اه ده انا شفت الصوره دي قبل كده وكنت فرحانه بيها. فقال لا الصوره دي مش صحيحه. دي صوره دكتور اعلن انه هو اللي راسمها. قالوا ازاي؟ مذيعة الخرافات ازاي؟ ده انا كنت فرحانه بيها. قال لا لا الدكتور اعلن فيه انا عندي المقاله بتاعته في كلمه الجمهوريه وانا رديت على الموضوع ده في كتاب كنت برد فيه على زغلول النجار وحقا اتخذ السيد المسيح جسد. ف ده ايش افضل ده وده ايش افضل ده يقول لي الخرافات بتاع البوزه والتاني يقول لي الخرافات بتاعت الشجر. حد يقبل ان حد مننا يتكلم ويقول الخرافات اللي موجوده في الاحاديث؟ انا مش عايز افتح. خلونا ملمومين، احنا بنحبكم لكن ما تجرحوناش. لو جرحتونا احنا عندنا فيض من الكلام. يا دكتور خالد ده انت راجل مثقف ومتنور. اتطوعت وكتبت نفس الكلام الفارغ ده قبل كده في جريده المصري اليوم. والناس بعتت ترد على المصري اليوم. لكن للاسف المصري اليوم ما بقاش المصري اليوم بتاع زمان. لكن اصبح المصري اليوم بتاع اليوم. واليوم اسود. اليوم النهارده اسود. يوم الارهاب ويوم الفساد. ويوم الانحلال. عشان كده ينشرونا وما ينشروش اي رد او اي تعليق. منى الشاذلي خدت اكتر من حجمها. ما تستهلكش بصراحه ان احنا نتكلم عنها اكتر من كده. مين منى الشاذلي؟ مين منى الشاذلي؟ سنه حقوده متعصبه تكره المسيحيه و بقول لها استني يا منى وكل آلة صغرت ضد الكنيسة لم تفلح واستني لزاجي من ربنا. هو الحقيقة يا سابونا قدسك غطيت كل النقاط اللي جت في ظهور السيدة العذراء فيما عدا نقطة واحدة كتبها واحد اسمه هاني صلاح الدين. قدسك رديت عليه فيما عدا نقطة واحدة. بيقول في الآخر إيه؟ إذا كانت كل هذه البركات والمعجزات تظهر بالكنائس فلما سافر البابا بنفسه لأمريكا لتقلق لأجل العلاج هناك؟ بل كان عليه أن يكتفي بأخذ بركة هذا النور ليشفى. لكن البابا رجل على درجة عالية من الثقافة والفكر ويعلم يقينا مثل هذه الأمور مكذبة بنصوص الكتاب المقدس. انا برد على الاخ ده اسمه هاني صلاح الدين. ما يهمنيش اعرف اسمه. بقول له لو قريت في الاديان ما كنتش نطقت. الاشكال ان النهارده اللي بيتكلموا في الاديان هم الناس اللي ما بيفهموش. احنا عندنا القديس بولس الرسول العظيم اللي كاتب 14 رسالة. ربنا سمح له بشوكة في الجسد وكان بيتألم لدرجة انه طلب من ربنا مرات ومرات انه يعني يعفيه منها. وربنا يقول له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. وسابه في المرض بتاعه. المرض نعمة مش نقمة. المرض بركة مش شر. فوق يا جماعة فوق. ليه تنظر للمرض النظرة السيئة دي؟ دي حاجة. الحاجة التانية كانوا بيلومونا والأخ ده بيلمح برضه إن البابا عارف إن ده كلام فارغ
كل دول. سنة 68 صدر البيان ومع هذا هاجمتوه. والسنة دي صدر البيان، الكنيسة أعلنت عن صحة ظهور السيدة العذراء. عايزين ايه تاني؟ روحوا شوفوا المسلمين